متابعي إيميرو 24 السلام عليكم. اليوم جيناكم بنداء جديد. هاد المرة كيتعلق متغيب على الأسرة ديالو والاسم ديالو منصف حبيب الله من مدينة بني ملال ومزداد يوم 7 ماي 1986. جاء لفرنسا سنة 2004، وبما أنه جاء بطريقة غير شرعية تقدم الملجأ ديال الأطفال باش يقدم راسو على أنه قاصر. طبيعة الحال استقبلوه هاد الملجأ هذا وبقى فيها لمدة أقل من سنة، من ثم تحول إلى بلجيكا. آخر اتصال ديالو بالعائلة ديالو كان في غشت 2005، بحيث خبر العائلة ديالو بأنه تلقى مع فتاة بلجيكية من أصل مغربي وكان باغي يتزوج معها. بطبيعة الحال العائلة ديالو فرحت معاه وبدات كتوجد له الوثائق لهذا الغرض. وقبل من هذا الشيء منصف جوج المرات هو كيصيفط الفلوس للعائلة ديالو، بطبيعة الحال ما صفتهمش بالاسم ديالو لأنه ما كانش كيتوفر على الوثائق الرسمية. تكلف صاحبه اللي الاسم ديالو محمد المرابطي اللي كانت منهم الله يسمع الاسم ديالو ويتصل بنا. وفي هذه الفترة تقطعات الأخبار ديال المنصف. هذه الصورة ديال المنصف منين كان باقي شاب صغير. اليوم العائلة ديال المنصف والأخ ديالو الصغير كيقلب على أخوه هو والعائلة ديالو، وكيناشد جميع المغاربة المتواجدين فرنسا، بلجيكا، هولندا، ألمانيا، إذا كانت عندهم أي معلومة سواء صغيرة يتصلوا بنا على هاد الأرقام وهاد الإيميل اللي كتشوفوا هنا. الله يخليكم المغاربة، كما عودتونا جميع كتكونوا يد واحدة. اليوم خليونا نفرحوا الأم ديال المنصف اللي كتبكي الليل ونهار. الله يخليكم أخوتي المغاربة فين ما كنتوا، وأي معلومة سواء كانت صغيرة أو كبيرة عاونونا باش نفرحوا الأم وترجع لها البسمة ديالها. اليوم أم منصف كتسنى الليل ونهار من 2005 حتى اليوم. سواء منصف كان عايش أو لا كان ميت، ضروري خصنا نخبروا العائلة ديالو. بارتاجيو الماكسيموم، بارتاجيو على قدر ما قدرتوا. الله يخليكم وحاولوا ما أمكن يعني نفرحوا هاد العائلة المتواجدة في بني ملال. شكرا بزاف.